السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر وورزون. فيديو اليوم هو فيديو دليل تختيم كامل الاتشيفنتس للعبة شيرو. لعبة شيرو عبارة عن لعبة المفروض انها تكون سهلة وخفيفة ولطيفة، نوصل فيها الى 3000 من الجيمر سكور ان شاء الله خلال فترة زمنية ما راح تحتاج اكثر من ساعة الى ساعتين. هلا بس بدي اركز على موضوع هاي اللعبة، هي بلاتفورمر بما معناه انك انت بدك تكون متعود على نمط الالعاب هاي اللي بتطلب منك انه يحكي سرعة ردة الفعل عشان انك انت يعني تنتقل في شخصيتك ما بين هاي البلاتفورمز المختلفة اللي موجودة في العوالم. اللعبة المفروض انها تكون سهلة بس ممكن تكون صعبة لبعض الناس اللي بيعتبروا العاب البلاتفورمينج بشكل عام يعني مزعجة لهم. هاي اللعبة يعني بسيطة بمبدأها، يعني ما فيها كتير شغلات معقدة بس ممكن تكون صعبة في بعض المقاطع. بدي اعيد واركز على هذا الموضوع، اذا انت مش كتير قوي في العاب البلاتفورمينج مبدئيا ما بنصحك انك تلعبها لانه ممكن تشوف بالنهاية بعض المناطق او الاجزاء من اللعبة اللي ممكن يكون انه تقدمك فيها يمكن تشوفه صعب. بس بشكل عام بدي احكي لكم اللعبة نوعا ما كريمة من ناحية موضوع التشيك بوينتس، يعني راح تشوف انه اللعبة يعني ما بين يحكي اجزاء المختلفة يمكن ما بين كل منطقة ومنطقة راح تشوف انه في تشيك بوينت بيكون جدا كريم، يعني في حال لو انك انت متت بتقدر يعني ترجع يعني لأقرب منطقة قبل ما انك انت تموت. في بعض المقاطع صراحة والاجزاء والمناطق كان فيها التشيك بوينت صراحة غريب، حسيت انه المطورين نوعا ما كانوا بدهم يعقدوا حياتنا. مبدئيا الالف جيمر سكور الاساسيه بتطلبوا انه احنا نختم اللعبه بشكل كامل، ما تبقى من الاضافات فعليا بس عمليه بسيطه انك انت تلعبها من اولها بتحصل عليهم. بس بما انك انت لاعب جديد وعلى افتراض انك انت لاعب لاول مره عم تلعب هاي اللعبه، فراح هذا الفيديو ان شاء الله رشدكم فيه يمشي من اول اللعبه لاخرها، وان شاء الله في نهايه المشوار بنكون حصلنا على 3000 جيمر سكور كاملات ان شاء الله. سعر هاي اللعبه 5 دولار، تقدر تشتروها على متجر الدولة تبعتكم بشكل أو بآخر أو عن طريق المتجر الأرجنتيني أو التركي بحيث أنها تكون مبلغها أقل. وعدين المطورين لسه كمان يضيفوا لها كمان أتشيفنس لقدام شوي، يصير 4000 وبعدين 5000، فمو غلط أنك تشتريها وتستثمر فيها. مبدئيا يعني زي ما حكيت عملية يعني إن شاء الله مع التكرار لإلها راح تشوفوا أن اللعبة نوعا ما راح تكون سهلة إن شاء الله. طبعا أنا ما راح أعلق من أول الفيديو لآخره لأنه صدقا في شغلات ما في داعي أنكم ضلكم تسمعوا صوتي وانتوا بتلعبوا، بس أنه مبدئيا راح أشارك هيك بين كل فترة وفترة في تعليقاتي عشان أساعدكم لبعض الشغلات اللي ممكن تكون صعبة. طبعا أول أتشيفنت راح نحصل عليها في اللعبة أنه في أتشيفنت تطلب منا أنه إحنا في هذا السكشن وهذا المقطع خصناص ومقطع بداية اللعبة البالون هذا أنه إحنا ما ننصاب ولا إصابة. طبعا هذا الحوار اللي عم بصير ما بين شيرو واخته هولو انه راح طبعا للاسف شكله ما بنقدر نعمل له سكيبنج. كمان شوي راح نشوف انه راح تتعرض هاي سفينتنا او المنطاد تبعنا لهجوم من نحكي غربان او عصافير او شو ما كان هدول لما هجوم علينا، اللي بدنا الان ندافع عن حالنا طبعا بتحركه بالديباد لفوق ولتحت، فاطلاق النار راح يكون في كبسه الاكس. الاتشيفنت بتحكي انه احنا ما ننصاب ولا مره، فبدكم طبعا تديروا بالكم انه اذا انصبتوا بدكم تضطروا يا انكم تستنوا لما تلعبوا اللعبه من اولها وجديد عشان تاخذوا الاتشيفنت او تعملوا ريستارت للعبه عشان يعني فعليا تحصلوا عليها. يعني نوعا ما هذا السكشن قصير، يعني ما اتوقع راح ياخذ معكم اكثر من 4 دقائق يمكن اقل. راح تشوفوا انه كل مره راح يزيد عدد هدول العصافير اللي بهجموا علينا، يعني فبس ان شاء الله الامور راح تكون سهله. زي ما شفتوا اخذنا تقريبا باور اب خلت السلاح تبعنا يصير قوي، بالاضافه انه اخذنا صحه عطتنا قلب جديد، وهينا عم برضه بتطلع لنا اتشيفنتس متعلقه في انه احنا قتلنا لعدد معين من الوحوش. هذا اوريدي راح تحصلوا عليه اذا انتم بتلعبوا هاي اللعبه لاول مره. زي ما انتم شايفين صرنا الان قاتلين 10 والاتشيفنت مرتبطه فيهم طلعت. فبدكم تديروا بالكم في هذا السكشن انه ما تنصابوا، في حال لو انصبتوا زي ما حكيت يا بتعيدوها لما تختموا اللعبه او بتعيدوها هلا مباشره بتكبسوا ريستارت ليفل او ريستارت للمين منيو، تعمل نيو جيم جديده اساس انكم تحصلوا على هاي الاتشيفنت. طبعا الاتشيفنت ما راح تطلع لنا الان، راح تطلع لنا بعد ما يخلص هذا الكاتسين، بعد ما هاي الشريره ستيلا او شو ما كان اسمها تخطف اختنا. وبوصولكم طبعا للغابه واذا ما انصبتوا راح تطلع لكم الاتشيفنت اللي اسمها جود بايلوت انكم ما انصبتوا، فراح نضرب هذا الارنب عشان في اتشيفنت تتطلب ان احنا نضرب ارنب، هاي برضه راح نسويها على السريع الان. في اتشيفنت برضه زي ما انتم شايفين انا بورجيكم الحركه هون، في اتشيفنت راح تطلع لنا بعد ما نضرب هاي اللي نحكي شجره القصب اللي هي هاي الطويله اللي يعني نوعا ما صغيره هيك، انا هون ما ضربتهاش. وهذا برضه في السلايم انا هون بس عم بورجيكم انه كيف طبعا بعد ما تموتوا لهذا السلايم راح تطلع لكم اتشيفنت مرتبطه فيه.
وفي هاي الشجرة زي ما حكيت لكم شجرة القصب السكر هاي، إذا ضربتوها راح تطلع لكم الأتشيفمنت المتعلقة بأنكم قطعتوها. أنا هون كان في شوي تعديل على الفيديو صراحة، بس إنه اضربوا هاي الشجرة اللي شجرة قصب السكر عشان تطلع لكم هاي الأتشيفمنت. والآن طبعا راح نستمر في تقدمنا عادي هو مبدئيا، يعني حصلنا على كل الأتشيفمنت اللي ممكن نحصل عليهم الآن إن شاء الله، وما تبقى راح يحصل يعني راح نحصل عليه في مشينا. طبعا راح تشوفوا نقطة اللعب اللي هي بلاتفورمينج، اللي هي عبارة عن إحنا بدنا ندخل بهدول الكلمات اليابانية والصينية، وطبعا باستمرارية الضغط على كبسة الاي. ركزوا على الموضوع، لما تقفزوا عليهم ضلكم كبسين كبسة الاي. طبعا هذا أول عدو راح نواجهه هذا الحكي. هدول الكبسات زي ما انتم شايفين هون مبدئيا أنا بدي أعمل جرايند لأتشيفمنت تتطلب إنه أنا أموت 100 مرة، بس من نصيحتي لكم صراحة أنصحكم ما تضيعوا وقتكم في هذا الجرايند، لأنه صدقا راح تموتوا أكثر من 100 مرة صراحة في هاي اللعبة، خصوصا إذا كنتوا ضعاف زيي في ناحية البلاتفورمينج. أنا هون بسبب أو لآخر فكرت حالي راح أكون شاطر بالبلاتفورمينج، وقررت إني أعمل جرايند للأتشيفمنت اللي هي بتحكي إنه أنا لازم أموت 100 مرة. فطبعا هون قراركم، يا يعني إنكم تلعبوا اللعبة بشكلها الطبيعي وبتكونوا جمعتوا عدد كافي من الأموات، يعني انت تحكي عدد الموتات أو الميتات أو شو ما كان اسمها، وبعدين طبعا ما نقص عليكم في حال وإنكم كنتوا شاطرين وأشطر مني من ناحية بلاتفورمينج بترجعوا بتعملوا له جرايند. بس أنا هون لسبب أو لآخر يعني كنت جدا واثق من حالي، فكرت إنه راح تكون اللعبة سهلة وشوربة لإلي وما راح أموت، فهون قررت إني أعمل جرايند. بس أنا نصيحتي وبحكي لكم إياها إنه ما تعملوا جرايند، العبوا اللعبة بشكل الطبيعي واستخدموها، ما تبقى زي ما حكيت من عدد الموتات راح تقدروا بكل بسهولة تبلشوا اللعبة من أول وجديد وتموتوا زي ما أنتوا عم بتشوفوني الآن عم بموت. فطبعا القرار قراركم، إذا حابين تعملوا الجرايند أو إذا حابين تلعبوا اللعبة بشكل طبيعي، وممكن صراحة صدقا تطلع لكم هالأتشيفمنت وأنتوا بتلعبوها طبيعي، لأنه أتوقع راح تموتوا يعني عدد منيح كثير من المرات في هاي اللعبة. وبعد طبعا موتة المية وصلت لـ 100 رقم أو 100 موتة بتطلع لي الأتشيفمنت One More Attempt، إنه محاولة مرة تانية. وطبعا قراركم زي ما حكيت، الآن راح يصير طبعا التركيز على عنصر البلاتفورمينج اللي راح نشوفه شوي عم بصير صعب. طبعا هدول بدكم تضلكم ضاغطين فيهم إيه عشان انه ما يعني فعليا تفلتوا، لانه اذا سبتوا ايه راح صديقتنا توقع من هاي الكلمه او الكتابه او شو ما كانت موجوده. راح تشوفوا في شغلات بتصير تتحرك بشكل اوتوماتيكي زي اللي مرت علينا هلا، في شغلات احنا لازم نتحرك فيها، نحرك سهمها يمين او يسار او لفوق، وهذا راح يكون هو نمط اللعبه. راح تشوفوا هذا الحكي بتكرر في مناطق اللعب المختلفه، راح نمر بالغابه، راح نمر معبد، وراح نمر في كهف، اتوقع اخر شيء برضه راح نمر في كهف صراحه. بس مبدئيا زي ما انتم شايفين هو نمط بلاتفورمينج جدا بسيط، يعني في شغلات ممكن تكون بالنسبة لكم اول مرة بتلعبوا زيها، خصوصا هاي نمط الاحرف اللي بناء عليه بتصير تحركنا. زي ما انتم شايفين هون شوي كنت مستصعب موضوع الحرف هذا، بس انه يعني مع المحاولة زي ما انتم شفتوا 3-4 مرات زبطت مع الامور. يعني مبدئيا راح تاخذ ايدكم على الوضع اللي نحكي صديقتنا، هي ضربة واحدة اللي بتموتها فعليا، يعني ما بتستحمل اكثر من هيك. بس يعني تشيك بوينتس باللعبة راح تشوفوا انها جدا كريمة من ناحية انها المسافات اللي موجودة ما بين كل منطقة ومنطقة يعني جدا رهيبة. فراح تشوفوا هذا الحكي يعني اللي فعلا هو اللي بيخلي هاي اللعبة سهلة. اتوقع لولا التشيك بوينتس اللي ممكن تعتبر كريمة هاي اللعبة بتكون جدا صعبة لنا. والان هاي انا راح اسيبكم الان في هذا المقطع اللي صراحة هون ما في داعي لتعليقي. من هذا الشلال رح نوصل الى اول طائر، لان في اتشيفمنت تتطلب انه احنا نحرر عصافير معينه، فهنا رح يكون اول عصفور من يمين من هذا الشلال قبل ما ننزل في هاي الفتحه اللي هي طريقنا الاساسي. الان رح نتحرك باتجاه اليسار، رح نواجه اول مخلوق عظمي، لان في اتشيفمنت تتطلب نموت منه 3. هاي اتشيفمنت اضافيه يعني فعليا نزلت من التايتل ابديت للعبه، ما كانتش سابقا موجوده في الالف جيمر سكور. إذا أنت بتلعب هاي اللعبة من بعد ما أنت كنت خاتمها أول مرة، هدول المفروض يكون أتشيفمنتس جداد لإلك. المهم راح نقتل هاي المخلوق زي ما أنتم شايفين، ده كان فعليا ثالث واحد لإلي، طلعت لي الأتشيفمنت مرتبطة فيه، أخذنا المفتاح، راح نتحرك الآن باتجاه هذا الباب. لحد هلا الأمور طبيعية إن شاء الله. هلا بخصوص العصافير أو العصفور اللي حررته سابقا، في أتشيفمنت في هاي اللعبة كانت سابقا فيها مشكلة جلتشي، يعني كانت تطلع للاعبين وهي بتتطلب إنك أنت تحرر كل العصافير اللي موجودين في هاي اللعبة، بس عملوا لها ابديت وكأنه حسنوها
رح تطلع لك بعد تحريرك تقريبا لثلاث عصافير. المفروض كان اول واحد مرينا عليه زي ما انتم شفتوا من بعد الشلال رحنا على اليمين، ورح يطلع لنا كمان شوي في كمان عصفورين، رح تشوفوا انه هم زادوا اصلا العصافير، يعني هم بالابديت الريبورت تبعهم كانوا عاملين انه العصافير عددهم زاد، يعني بطلوا سابقا زي العصافير المحدودة اللي ممكن تعتبروا ميسبلز، يعني في مشكل طبيعي راح تواجه ما هو كافي من عدد هدول المخلوقات او العصافير اللي راح تحررهم. هون طبعا راح تبلش اللعبة من ناحية الصعوبة، تبلش انها تبين وضعها انها فعليا يصير فيها نوع من انواع التحدي، بس راح تشوفوها ان شاء الله على الرغم من هيك راح تضلها سهلة اذا انتو كنتوا شاطرين بالبلاتفورمينج. اذا كنتوا انتو شطب زي حالاتي من ناحية البلاتفورمينج، هاي اللعبة يعني راح تحتاج او يعني فعليا تتطلب منكم تحدي ومحاولة واصرار عشانكم تختموها. احنا هون تقريبا راح نوصل لعصفور رقم 2 راح يكون لإلي، العصفور الثاني اللي راح يبين معنا من بعد ما ننط هاي المنطقة. زي ما انتم شايفين هاي العصفور كان رقم 2 لإلي، وهون لسبب او لاخر مش عارف ليش قررت اني انزل تحت، وصدمت اني لقيت انه في عصفور موجود تحتي. من بعد ما طبعا قررت اني انزل اشوف ايش في تحت، طبعا زي ما انتم شايفين في شبك تحت مباشرة، فبدنا نحاول لما نوقع انه نتحرك باتجاه اليمين اساس انه ما نخبط فيه. راح تشوف انه في هون عصفور كان رقم 3 لإلي، ولما ضربته طلعت لي الاتشيفمنت المرتبطه اني حررت كل العصافير، مع انه مبدئيا هذا مش العدد الكامل للعصافير، بس صراحه استغربت، ممكن الجماعه طوروا او حسنوا هاي الاتشيفمنت وخلوا متطلباتها انك انت تحرر فقط 3 من عصافير هذول. زي ما انتم شايفين في هذول عصفورين كانوا بنفس المنطقه، واحد من الجزء الاعلى وواحد من الجزء الاسفل، وفي اللي احنا حررناه سابقا. راح تشوفوا في عصافير راح تبين معاكم في مشيكم الطبيعي، فنوعا ما بتوقعش انه صراحه هاي الاتشيفمنت راح تضلها ميسبل انه ممكن تفوتكم، لانه مع كميه العصافير اللي موجوده في المشي الطبيعي راح تكون ان شاء الله يعني نستعمليه استكشافهم ان شاء الله راح تكون سهله لكم. فزي ما انتم شايفين هون راح تبلش برضه اللعبه نمط الصعوبه، انك انت بدك تعمل من يمين ليسار يسار ليمين. فزي ما انتم شايفين التشيك بوينت كانت تقريبا بعد ما انا وقعت، بعد ما قتلني هذا الهيكل العظمي، فيعني نوعا ما ان شاء الله راح تشوفوها انها اللعبه كريمة معاكم. اي نعم ما راح احكي لكم انه اسهل لعبة، هي مش من الالعاب اللي تعتبر يعني فعليا سهلة جدا، يعني بعتبرها صراحة راح يكون فيها نوع من انواع التحدي، بس تضلها لعبة جميلة وخفيفة ولطيفة، والجيمر سكور اللي فيها رقم يعني لا بأس فيه، احنا بنحكي عن 3000، وهو فعليا الاتشيفنز الاساسية 1000 جيمر سكور الصعبات، بينما الاضافات اللي نزلوا لهاي اللعبة يعني من ناحية الاتشيفنز كانت جدا سهلة، عملية فقط انك تقتل 3 هياكل عظمية وتموت كم من شغلة هيك صغيرة خفيفة لطيفة. راح تشوفوها انه مبدئيا هي فقط الصعوبة كانت في اول 1000 جيمر سكور، بينما ما تبقى راح تشوفوه ان شاء الله انه جدا سهل، بس يعني زي ما حكيت وبعيد وبكرر برضو مع التكرار والمحاولة والاصرار ان شاء الله انكم راح توصلوا الى تختيم راح يكون نوعا ما مقبول من ناحية السهولة ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين حتى من هاي المنطقة بعد ما وقعنا اللي هو الطريق الإجباري في عصافير بينت معانا، المفروض رح يكون في هون عصفورين تنين كمان، فإذا ما كان يعني طلعت لكم الأتشيفمنت سابقا المفروض مع هدول التنين تطلع لكم. صراحة من العدد مش متأكد إذا هو فعليا 3 ولا ممكن يكون أكثر، بس أنا طلعت لي مع 3 من العصافير، وزي ما انتم شايفين فعليا العدد كان الآن صار فوق تقريبا 5، أتوقع 5 بلا قتلين، احنا 5 عصافير 3 سابقا وهدول كان الان 2، المفروض يعني ان شاء الله انها تكون هدول الاعداد كافيه انها تطلع لكم الاتشيفمنت. راح تشوفوا في شغلات تشوفوها مني غبيه من ناحيه انها بموت امراتا بشغلات المفروض ما تكون يعني صعبه، بس انه ان شاء الله تكونوا اشطر مني في هذا الناحيه. راح تشوفوا شوي راح تغيب الفتره انها تطلع لنا اتشيفمنت، لانه يعني الاتشيفمنت راح تطلع لنا هلا كمان شوي، اذا ممكن اعتبرها مش كمان شوي كمان شوي، بس انه فعليا هي عمليه تختيم المناطق المختلفه من اللعبه، يعني هلا تقريبا خلصنا اغلب الاتشيفمنتس اللي ممكن تكون يعني حصلنا عليها بشكل سهل، هلا ما تبقى هو تقدمنا الطبيعي في القصه، يعني نوعا ما المفروض كل الاتشيفمنتس اللي حصلتوا عليها الان يكونوا خلصوا، بضل عليكم فقط انكم تختموا الغابه وتختموا مهمه المعبد وتحرروا وحده جنيه فيري هيك عفريتة، وانكم برضو تهربوا من المنجم اللي تبع الفطر او شو مكان، وانكم تقتلوا الشريرة او تنقذوا اختكم بنهاية اللعبة.
المفروض هدول الاتشيفنتس هم اللي يكونوا ضايلين لكم بعد ما حررتوا العصافير وقتلتوا الاعداد اللي هي من الوحوش، بالاضافه انكم يعني قتلتوا الارنب وضربتوا القصبه النخيل هذيك شجره القصب او شو ما كان اسمها. المهم يعني بس المفروض ما تبقى لكم يكون يعني اذا بدنا نعدهم بالعدد المفروض يكون تقريبا فوق اللي يمكن 5 أو 6 او اقل حتى ممكن تكون من الاتشيفنتس اللي هم راح يكونوا ارتباطهم فقط في القصة وتقدمنا الطبيعي فيها. راح تشوفوا طبعا ان هذا النمط الان من ناحية الصعوبة عم بيزداد زي ما انتم شايفين. بدنا نعمل يعني وول جامبينج، بدنا نحط نط على الحيط في هالمنطقة بعدين نقفز فوق. هون شوي راح تشوفوا انه في تشيك بوينتس ممكن تكون بخيلة في بعض المناطق، بس انه صدقوني يعني ان شاء الله انه مبدئيا الامور راح تكون سهلة يعني بكل بساطة مع المحاولة والتكرار من طرفكم ان شاء الله. هلا هون في هذا المقطع صراحة نوعا ما يعني اتوقع في الوضع الطبيعي راح يكون معكمش وقت كافي انكم توصلوا له قبل ما يضربكم، وزي ما انتم شايفين في فوق هذا الوحش راح يكون في هذول الشوك. مشان هيك الطريقة الوحيدة انكم تعملوا له انكم تعملوا رول عن طريق الواي عشانكم يعني تستعجلوا وتقطعوا المسافة بشكل اسرع، فاعملوا في كبسة الواي رول عشانكم توصلوا له قبل ما انه يضرب السهم تبعه. هي الطريقة الاسهل اتوقع انكم تحصلوا على هذا المفتاح. معرفش اذا في طريقة تانية بس هاي الطريقة اللي انا استخلصتها يعني بعد ما تجربة وخطأ صارت اكثر من مرة في هاي المنطقة. راح تشوفوا نمط صعوبة يعني بيختلف المنطقة لمنطقة، في شغلات راح تشوفوها صعبة في شغلات راح تشوفوها سهلة، بس انه يعني راح يضلوا هذا هو النمط التقليدي اللي راح يصير في اللعبة. هدول الاحرف اللي احنا راح نستعملهم وطريقة قفز انه من يمين ليسار يسار ليمين مع هدول الشوك. وطبعا راح يكون في اختلاف في طبيعة الوحوش اللي راح نواجههم بناء على المنطقة. يعني هلا احنا على وشك نغادر تقريبا كمان شوي من كمان جزئين ضايلين يمكن من هاي المنطقة راح نغادره ونحاول او نوصل لنهاية المدينة الاولى او المنطقة الاولى اللي هي الغابة. يعني ان شاء الله الامور راح تكون مبدئيا يعني هي دعم راح تصير يمكن اصعب صراحة في الاجزاء اللي بعدها، بس انه بتوقع ان شاء الله يعني انكم ايدكم اخذت على الوضع وان شاء الله الامور راح تشوفوها سهلة. طبعا ما في داعي تموتوا كل الوحوش، يعني مش هي مواجهة انه انا لازم اموت كل وحش بشوفه بوجهي، بينما اللي بنقدر نختصره بنختصره. هنا الان غادرنا هذا المعبد والان احنا في الجزء الاخير من الغابة، هذا الجزء النهائي من هاي الغابة عشان نختمها. وهنا بعد ما نغادر هاي المنطقة من اليمين راح نوصل الآن إلى هذا المعبد وتطلع لنا طبعا الأتشيفمنت إنه إحنا ختمنا قسم الغابة. والآن طبعا هاي راح تكون المنطقة الثانية، لأنه هون راح يصير في وحوش ممكن تكون مستفزة لإلكم، يعني تشوفوها إنها من ناحية إنه ممكن تصير تطخكم من بعيد، بس برضه يعني راح تكون إن شاء الله الأمور يعني سهلة مبدئيا. زي ما أنتم شايفين برضه في شغلات غبية من طرفي وهو إنه أنا
التكرار هذا اللي عم بواجهه من ناحية الموت بشغلات يمكن تكون تافهة، هذا الشخص اللي هو بتخفى هيك بنتقل بشكل تليبورت بعمل، هذا يمكن يكون مستفز لكم، بموت بضربة واحدة بس هو بيختفي بعدين بيجيكم من ورا، فبتكون بدي يكونوا دايرين بالكم انه ما يباغتكم، بس برضو يعني ان شاء الله الامور راح تكون سهلة يعني مع تجربتكم معاه لأول مرة راح تشوفوا ان الامور ان شاء الله تبعته سهلة. دايما راح يكون في تغير نحكي قوي في هاي المنطقة من ناحية النمط اللي احنا لعبناه في القسم الاول، راح يضلها نفس الاشي، راح يكون في هدول الاحرف اللي بدنا نستعملهم عشان نتنقل، بالاضافة طبعا الى اختلاف فقط في الاعداء وطريقة قتالهم، بس بتضل راح يضلها نفس النمط يعني ونفس طريقة الالغاز، هذا الابواب المتكررة اللي بدنا نلاقي لها مفاتيحها، بس يعني ما راح تشوفوا نحكي في تغير كتير واسع في الجيم بلاي، إنما فقط هي المناطق والمناظر، بالإضافة إلى زي ما حكيت ممكن تكون الوحوش هاي اللي نواجهها راح تكون مختلفة، بس بتضل الصعوبة نفسها على الرغم من ممكن لقدام شوي صراحة في مناطق صراحة معينة راح تكون جدا صعبة، يعني من ناحية إنه عملية التناسق الزمني ما بين تحركاتكم ما بين هدول الأحرف، بالإضافة إنه راح تصير حتى تشوفوا في تحركات تضطر إنكم تخبطوا بالحيط وتعملوا زي الوول جامبينج يعني بشغلات يعني ممكن صراحة تكون صعبة يعني، بس انه زي ما حكيت وبرد بعيد وبكرر مرة تانية مع محاولتكم اكثر مرة راح ان شاء الله انها تزبط الامور معاكم، يعني ان شاء الله تكونوا اشطر مني صراحة على مستوى الصعوبة او مستوى الشطارة في العاب بلاتفورمينج، يعني معتبرها انجاز ان قدرت اختمها بكامل الاتشيفنس اللي فيها، اتوقع ان شاء الله انكم راح تكونوا احسن مني يعني من معرفتي ان شاء الله بمتابعيني، اتوقع ان شاء الله انكم راح تكونوا اشطر مني من هاي الناحية، برضو طمنوني يعني كيف أموركم إذا أنتوا لعبتوا هاي اللعبة كيف كان تقدمكم فيها. وفي هاي المنطقة برضو كمان في عصفورة او حمامة او شو ما كانت اللي برضو بنحتاجها، اذا ما كانت الاتشيفن طالعة لكم برضو في هنا عصفورة تقدروا انكم تاخدوها عشان في حال لا سمح الله انه الاتشيفن ما كانت طالعة معكم، بس صدقا اتوقع انه يعني العصافير الثلاثة اللي واجهناهم كانوا كافيات انها الاتشيفن تطلع لكم، يعني نوعا ما يعني ان شاء الله ان اموركم ماشي تمام، انا اعذروني على قلة التعليق، بس صدقا انا نفسي اصلا بنمط هاي الالعاب بتخيلش انه التعليق ممكن يكون انسب اشي الا اذا انتوا واجهتوا صعوبة بتقدروا ترجعوا للفيديو، بس يمكن لحالكم الان فعليا ما في اشي ممكن يفوتكم زي ما حكيت، وفقط تقدمكم لنوصل الى نهاية اللعبة عشان نحصل على ما تبقى من الاتشيفنز، مشان هيك صدقا يعني يمكن ما فيش اشي بقدر اشارككم فيه لانه بالنهاية هي نمط بيعتمد على قدراتكم اكثر من نصائحي، ممكن يعني بشكل او باخر اعطيكم بعض الشغلات اللي تفيدكم، بس يعني راح تشوفوا انه امور بالنهايه بتعتمد على زي ما انتم شايفين في هذا القسم هون كان بالنسبه لي جدا صعب اول ما لعبته بسبب السرعه اللي انت بتحتاج انك تقفز فيه ما بين الحيط وما بين هذول الكلمات يعني، بس يعني مع تكرار اكثر مره نجحت فيه، ويعني فعليا يمكن تشوفوني اول مره ابدعت فيه، بس صدقا كان هذا المقطع مكرر بشكل يمكن كثير يمكن فوق ال 20 مره عدته، فمشان هيك انا حكيت لكم في بدايه اللعبه حتى ما في داعي تعملوا جرايند للكل، لانه زي ما انتم شايفين عم بموت انا شخصيا بشغلات يمكن تكون عبيطه بشكل يعني جدا متكرر، مشان هيك ما في داعي انكم تعملوا جرايند للكل، لانه اتوقع يعني في مشيكم الطبيعي راح تطلع لكم اللي نحكي ال 100 كل هاي او 100 ديث عفوا بدون ما حتى انكم تفكروا فيها،
يعني بشكل إن شاء الله طبيعي راح تحصل عليها، فما في داعي تضيعوا وقتكم وتعملوا جرايند لإلها. رح نوصل صراحة إلى هذا المقطع اللي أنا صدقا بعتبره كان جزء تعجيزي من المطورين، وهو أنه طبعا هون رح تشوفوا أنه بعد ما تأخذوا المفتاح طبعا اللي رح يكون له البلاتفورمينج جدا صعب، رح تشوفوا أنه رح تضطروا ترجعوا لهاي النقطة عشان توصلوا لهذا الباب. رح تشوفوا أنه نوعا ما المفتاح إذا متوا وانتوا حاملينه راح تضطروا تعيدوا مرة تانيكم تأخذوه. زي ما انتوا شايفين هو أنا مبين أنه أنا بالنسبة لي كنت شاطر بالحركة. طبعا زي ما انتم شايفين هون بدنا ننط على هاي القطعة الحجرية ان مبدئيا، بعدين ندخل جوا هاي الحرف نستناها بما تنبنى بعدين نطلع ناخذ الحرف. ديروا بالكم يعني نوعا ما راح يكون هون بكم تستنوا الحجر ينبنى وبعدين نطوا باستعمال الحرف عشان تاخذوا المفتاح، وبعدين ردوا ابقعوا على قطعة الحجر هاي بعدين غادروا بشكل طبيعي. طبعا زي ما حكيت هي الصعوبة لما انتم تاخذوا المفتاح وتوصلوا لهاي المنطقة وبعدين تشوفوا حالكم متوا بسبب هذا الزنبرك اللي بضربكم لورا. هذا كان بالنسبة لي صراحة كثير مستفز لأنه كنت أخذ المفتاح أوصل لهون بعدين أموت وأرد أعيد مرة تانية هذاك الجزء اللي يعتبر برضو جزء صعب، بس أنه إن شاء الله يعني أتوقع أنكم راح تكونوا أشطر مني. بس بتمنى في نصيحتي اللي هي عملية أنكم تستنوا الحجر لما ينبنى مبدئيا قبل ما أنكم تغادروا الحرف اللي هو بيطلقكم باتجاه المفتاح. هاي هي الشغلة اللي ترك اللي ممكن تفوتكم، تشوفوا أنه شو بدي أسوي، وقفوا على الحجر وبعدين استنوا او وقفوا عفوا جوا الحرف واستنوا الحجر لما ينبنى. يعني راح تشوفوا انه هذا الحكي راح يتكرر معكم صراحة في منطقة تانية برضو في اللعبة، راح تحتاج انكم تكونوا هيك في تناسق ما بين انك تستنى الشغلة ترد ينبنى مرة تانية عشان انك انت تقدر تستعمل الاشي اللي بعده. المفروض من بعد ما تفتحوا هذا الباب يكون خلص الان خلصنا هاي المنطقة هذا المعبد، وراح نوصل الان الى اول بوس فايت لانها فعليا هي الاولى ويمكن حتى تعتبر الوحيدة صراحة. وانا البوس فايت صراحة الفكرة اللي فيها انه هدول الطابات الحمر الثلاثة اللي موجودين على اليمين وعلى اليسار بالنص بدنا نضربهم، وبنفس الوقت انه نحافظ زي ما انتم شايفين انا هون صبت بدنا نضرب هدول الطابات الحمر ونضلنا مبدئيا بدون ما ننصاب او نموت. اذا متوا راح تضطروا تعيدوا مرة تانية. طبعا الهجوم راح يصير انه هاي الشخصية راح تصير اول اشي تهجم علينا بشكل انها وهي طالعة راح تضربنا، بعدين راح توصل الى هاي النقطة اللي راح تصير ترمي علينا هدول الطابات. فالطريقة طبعا وقفوا تحتها استنوا الهجمات لما تخلص، بعدين راح تطلع لكم كمان ثلاث طابات جداد انكم تضربوهم. فبدنا هذا الحكي نسويه تقريبا ثلاث مرات اذا فعليا انتم نجحتوا انكم تضربوا الثلاث طابات مع بعض. فزي ما انتم شايفين انا ضربت الثلاث طابات وتخبيت تحتها وعم بستنى الان انها ترد تطلع ثلاث طابات حمر ثانيا عشان اضربهم. اذا متوا راح تضطروا تعيدوا هاي الشغله من اول وجديد. للاسف ما في تشيك بوينت في هذه البوس، فمشان هيك بدكم تضطروا تعيدوا هدول التسع طابات مرة تانية، يمكن حتى أكثر صراحة أنا مش متأكد شو العدد، بس إنه مبدئيا راح تشوفوا إنه هذا الحكي راح يكون جدا مستفز لإلكم من ناحية إنه للأسف بدكم تعيدوا البوس من أول وجديد. فبدكم تديروا بالكم وقفوا تحتها وتفادوا هدول الطابات اللي هي بترميها عليكم الكرات هاي الهجمات، وبعدين طبعا دمروا الطابات الحمر بمجرد ما يبينوا يعني. بس إنه بشكل أو بآخر إن شاء الله يعني صدقا كان بوس فايت مستفز، بس انه يعني راح تشوفوه مع التكرار السهل ان شاء الله. هون راح تصير الفكره انه احنا واقعين بدنا نطلع على الاسهم باتجاههم، بما معناه انه في خشب بيتجه باتجاهنا، فبدنا نروح باتجاه المناطق اللي ما فيها اسهم. هاي هي التريك يعني، اذا انتم ممكن برضو يعني لحالكم تنتبهوا لها صراحه، بس انا حبيت ارشدكم انه هدول الاسهم معناه انه في شيء عم بيطلع باتجاهك
فبدك تتحرك للمنطقة اللي ما فيها سهم عشان انك انت شخصيتك ما تموت. بس تخافوش، في حال لو متوا بس راح تردوا تعيدوا من المنطقة هاي، يعني ما راح تردوا تقاتلوا للبوس مرة تانية، لانه صدقا راح تكون هذا الاشي جدا يعني مستفز من هدول المطورين. راح ندخل الان المنطقة الثالثة تبعتنا وتطلع لنا الاتشيفنت انه احنا ختمنا التمبل اللي هو المعبد، وهاي المنطقة نفس الاشي ان شاء الله نوعا ما راح تكون اقصر من المناطق اللي قبلها. رح نوصل هلا هون الى برضو جزء يعتبر جدا زنخ، بدنا نحاول ننسخ انه الحجر هذا هو طالع، نستنى لما يطلع زي ما انتم شايفين نستعمله كوول جامبينج عشان ننط لفوق. هاي برضو كانت شوي مستفزة، بس انه مع التكرار برضو ان شاء الله راح تكون الامور سهلة، بدكم تتناسقوا ما بين حركة الحجر وهو طالع ونازل عشانكم ترجعوا له تعملوا وول جامبينج زي ما انتم شفتوا. يعني الامور يعني ان شاء الله صدقا بودي اساعدكم احكي لكم انه هات العب عندكم، بس انه ان شاء الله بتمنى تكونوا اشطر مني من ناحية بلاتفورمينج، بس يعني بتضلها الامور سهلة يعني مبدئيا بالمقاطع الصعبة، يعني عددها جدا محدود بالمقارنة مع نحكي حجم اللعبة بشكل كامل. رح نوصل الان زي ما انتم شايفين الى برضو شغلات ممكن تكون تتطلب يعني حركة او ردة فعل كتير سريعة منا، بس برضو زي ما انتم شايفين التشيك بوينتس برضو جدا كريمة، امرات بتشوفوها انها فعليا بتكون قبل ما انكم بتفوتوا، هذا الحكي اللي خلى هاي اللعبة انها تكون سهلة. اذا كانت فعليا غير هيك صراحة راح تكون يمكن حتى مستحيل ان انا شخصيا اقدر اختمها، بس انه ان شاء الله يعني بتمنى زي ما حكيت تكونوا احسن مني وتقدروا انكم تختموها بكل سهولة ان شاء الله.
وبدخولنا لهاي المنطقة رح نوصل إلى رسميا أزنخ وأصعب جزء في هاي المنطقة. هذا الحجر بهانا فرصة واحدة إنه إحنا نتحرك وماشي عشان نوصل معاه لخط النهاية. مبدئيا إذا هو سبقنا وراحت علينا زي ما أنتم شايفين بدنا نكون جدا سريعين بأنه نتحرك بالأقسام اللي مرت علينا، بالإضافة نضلنا محافظين على تواجدنا عليه عشان بعدين نستعمل هذا الحجر وننط منه وول جامبينج لنوصل لهدول الكلمات، بعدين نرد نستعمل يعني مبدئيا هذا الحجر، أو مبدئيا زبطت معي إني أخذت الحرف اللي فوق وسبحانه وقعت بحرف ثاني، فمبدئيا إن شاء الله نتكونوا محظوظين زي هذا القسم. كان صراحة بالنسبة لي جدا صعب، يمكن فعليا متت فيه يمكن فوق 20 مرة، يعني بشكل يمكن حتى ان الرقم اقل من الواقع، اتوقع يمكن اكثر من هيك. التريك بهذا الحجر هون انه احنا بدنا ننط فوقه على راسه، هيك بدنا ننط على طرفه عشان انه احنا نقدر نستعمله وننتقل للنقطة اللي بعدها. احنا الان فعليا في نهاية مشوارنا في هذا نحكي المنجم او هذا الكهف، رح ندمر هذا الحجر ورح تطلع لنا الاتشيفنت المرتبطة ان احنا انقذناها لهاي الجنية. هون رح نوصل الآن إلى المنطقة الأخيرة لأنها تقريبا يعني مش ضايل يمكن إلا 5 دقائق أو 10 دقائق فعليا من وقت اللعب. إذا أنتوا كنتوا شاطرين في اللعب، إذا ما متوش وصولنا لهاي المنطقة. رح نوصل الآن إلى البوس فايت الأخير لأنه صدقا صراحة بقدرش أصنفها حتى إنها بوس فايت، لأنه بس ما علينا غير إنه إحنا نمشي بالشاشة من اليسار لليمين ما بين هدول اللي نحكي الشغلات اللي إحنا أوريدي مشينا فيها طول وقتنا في اللعبة. ما في نحكي القتال رح يصير زي ما شفنا سابقا في مواجهتنا الأولى معها، بس اللهم الآن بدنا نمشي عبر هاي الصناديق والأحرف هاي
لنوصل فيها الى خط النهايه ولحالها اللعبه راح تنختم. صراحه انا مش فاهم شو اللي صار، راح بتحس انه في اشي غلط صار، بس الفكره انه الان بس اللهم بدنا نمشي ما بين هذول الشغلات لنوصل فيها الى خط النهايه. اذا متوا للاسف راح تضطروا تعيدوا كل هذا الحكي من اول وجديد، بس مبدئيا ان شاء الله انكم تكونوا اشطر مني. لما نوصل لخط القطار ونهايته زي ما انتم شايفين راح يصير في هذا الفريز ويجي هاي الجنيه وتنقذنا وتطلع لنا الاتشيفمنت انه احنا ختمنا اللعبه وانقذنا اختنا لسبب او لاخر، ما بعرف شو اللي صار. مبدئيا النهايه مش كتير محكمه، بس هذا اللي اجانا مبدئيا. المهم اذا انتم فعليا كنتوا ماشيين معي وسويتوا اللي انا سويته من ناحيه قتلنا الارنب وقطعنا لشجره قصب السكر هاي وقتلنا للأعداد اللي مرينا من ناحية الوحوش، بالإضافة إلى تمويتنا للأعداد منيحة برضو من الوحوش عفوا، وأنه إحنا متنا برضو 100 مرة وأكثر، راح تطلع لنا كل الأتشيفنس اللي موجودة في هاي اللعبة. وهيك بنكون ختمناها إن شاء الله في فترة زمنية إن شاء الله أنا ما تكون جلست معكم أكثر من ساعتين من ناحية المحاولة والتكرار إن شاء الله أكثر من مرة. اللعبة أنا بحكي لكم هي تعتبر متوسطة الصعوبة، بس ان شاء الله انه مع نظام التشيك بوينتس الكريم فيها راح تكون ان شاء الله اموركم سهله وما يعني ما تواجهوا صعوبه كثير قاتله فيها. شاكر لكم المشاهده، وتنسوش في نهايه هذا الفيديو انكم تضغطوا زر اللايك، هاي الطريقه الوحيده اللي تساعدوني فيها انه هذا الفيديو يوصل لمزيد من المشاهدين. واذا انت كنت مشاهد جديد لاول مره بتشوف قناه محتواي بتمنى تضغط على زر الاشتراك، اهلا وسهلا فيك. نشوفكم في فيديو ودليل اخر، بتمنى لكم كل خير وسعاده والسلام عليكم.